النهارده عفوا النهارده كان في ماتش مهم قوي في بطوله الجمهوريه مواليد 2003 ما بين الاهلي والزمالك. مباراه انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 1-0 في الدقيقه 93 بهدف احرزه اللاعب احمد اشرف. احمد اشرف ده بالمناسبه هو شقيق اللاعب محمد اشرف الباك ليفت اللي يعني الموجود في الفريق الاول دلوقتي، اكيد حضراتكم كلكم عارفينه. فانتصار مهم جدا للنادي الاهلي على نادي الزمالك، وبيصعد النادي الاهلي للترتيب الاول بعد هذه المباراه، لان الزمالك كان متصدر بفارق نقطه، الاهلي بقى متصدر البطوله بفارق نقطتين. واحنا تقريبا اسبوعيا النادي الاهلي في مختلف الاعمار السنيه في قطاع الناشئين بيحتفل بشكل اسبوعي بفوزه على نادي الزمالك، فدي حاجه تحسب للقطاع وتحسب لكل فرق قطاع الناشئين، وحاجه ايجابيه جدا وبتسعد اكيد كل جماهير النادي الاهلي. عشان نقرب للصوره بشكل اكبر خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي حضر هذا اللقاء عشان يقول لنا كل الكواليس وما حدث بخصوص انتصار الاهلي على الزمالك النهارده. يا فاروق مساء الخير. برحب بك يا امير، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق. تقريبا كل اسبوع الاهلي بيكسب الزمالك، فدي حاجه ايجابيه قوي بتطمن جمهور الاهلي على قطاع الناشئين في النادي، خصوصا ان دايما كل فتره كده تبقى في كلام اصل قطاع الناشئين اصل مفيش لعيبه بتصعد، اصل لا اللعيبه موجوده وما شاء الله في قطاع قوي جدا، وفي نفس الوقت بتكسب المنافس اكيد مباشر في كل الاعمار السنيه وهو نادي الزمالك. فانتصار جديد النهارده، يا ريت تقول لي كل الكواليس بخصوص مباراه اليوم. يعني خليني اكد على كلامك يا امير، كلام مهم في غايه الاهميه. خليني اقول لك ان دي المواجهه الخامسه حتى الان في مختلف بطولات قطاع الناشئين ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي حقق الفوز في الخمس مواجهات حتى الان. يعني كان في اربع مواجهات على ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر، فاز الاهلي 2007 2-1، ال 2005 فاز على الزمالك 1-0، ال 2006 فاز 2-1، ال 2001 كسب ايضا 2-1. النهارده المواجهه كانت على ملعب نادي الزمالك في يعني ملاعب كليه الزراعه بجامعه القاهره، وماتش الزمالك الاهلي في الدقيقه 94 تقدر تقول يا امير قضيه جديده للنادي الاهلي بهدف لاعب احمد اشرف اللي كان احد يعني التدعيمات اللي ضمها النادي الاهلي وقطاع الناشئين، وزي ما انت قلت في مستهل كلامك ان هو شقيق محمد اشرف لاعب النادي الاهلي. عايز اقول لك ان المباراه من البدايه يا امير لنهايتها النادي الاهلي متسيد اللقاء تماما، يعني 1-0 ده ما يعبرش عن سير المباراه لان النادي الاهلي اهدر كم كبير جدا من الفرص. لعيبه النهارده بتظهر بشكل اكثر من ممتاز، يعني رأفت خليل خلاص اللعيبه كل الجماهير اتعودت على اسم رأفت، واحد من اللعيبه الموجوده مع الفريق الاول. ايضا اللاعب كريم الدبيس وعبد الرحمن الراشدان اللعيبه اللي انضمت للنادي الاهلي مؤخرا، مصطفى مخلوف اللي النهارده واحد من اللعيبه اللي يعني على الرغم ان هو لم يختبر في كتير من الكرات لكن واحد من اللعيبه اللي ادى قوه للنادي الاهلي. كابتن محمود جابر مدير فني لمنتخب الشباب موجود اثنى على لعيبه النادي الاهلي وظهور اللعيبه باكثر من شكل اكثر من مميز. قبل المباراه يا امير النادي الزمالك كان فارق عن النادي الاهلي كان ب 27 نقطه، النادي الاهلي كان 26 نقطه. كان بيتساوى معاه في نفس الرصيد فريق سموحه اللي ايضا تعادل النهارده ووقف رصيده من النقاط عند النقطه رقم 28. دلوقتي النادي الاهلي بيتصدر جدول المسابقه برصيد 29 نقطه، طبعا بيفرق بثلاث نقط عن نادي بنقطتين عن نادي الزمالك ونقطه عن فريق سموحه. دي المباراه في الجوله ال 14. كابتن محمد شرف أن اللعيبه قال لهم دي بدايه ان شاء الله فرحتنا كالنادي الاهلي بتبقى في التتويج الاخير ان شاء الله. المباراه بتخلص، احتفالنا بيخلص، عندنا بطوله ما بنحتفلش الا لما بنتوج بالبطوله. صح كده يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف وقال لنا كل كواليس مباراه اليوم ما بين الاهلي والزمالك مواليد 2003 في بطوله الجمهوريه.